هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى من اهتدى بهده واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع قصه اصحاب الفيل. هذا الحدث العظيم الجلل الذي كان في بداياته اعتداء على حرمات الله اعتداء على بيت الله وكان في عاقبته العظه والعبره بمكانه هذا البيت ومن يحميه انه الله رب العالمين سبحانه وتعالى وقد جاء نص هذه القصه في كتاب الله سبحانه وتعالى في كلامه حدثت هذه القصة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة ولم يكن لمحاولة الاعتداء على البيت الحرام وهدم أي مبرر إلا البغي إلا البغي فقط وهذا سبحان الله من استدراج الله سبحانه وتعالى للباغي والظالم والكافر إذا غلا في في بغيه وفي كفر يستدرجه الله سبحانه وتعالى إلى خطوات وإلى أعمال يستحسنها ويكون فيها الهلاك له هذا أبرهه والي اليمن وكان يتبع النجاشي ملك الحبشة جاءته فكرة فكرة وهذه الفكرة كانت يعني كان فيها حتفه ويعني في الغالب أن ال الطاغيه الظالم انه يهلك بتدبيره يدبر شيء فيكون فيه الهلاك له سبحان الله جاءته الفكره انه يعني يبني بيتا يصرف الى هذا البيت قبائل العرب كان يحكم اليمن واليمن بلاد العرب وليست بلاد الحبشه ولكن تسلط واحتلال فاراد ان ان يقدم على خطوه اخرى فبنى كنيسة كبيرة وأمر القبائل أمر العرب أن يحجوا إليها ويتركوا الكعبة لكن العرب مع أنهم كانوا مشركين لكن كان عندهم تعظيم البيت ويعرفون قيمته ولا يمكن أن يتنازلوا عنه ولا يحجوا إلى هذه الكنيسة وإلى إلى غيرها فأبوا ولم يطاوعه أحد فغضب الكبر الاستعلاء يعني يريد أن يفرض عليهم ثقافتهم وأن يغير موروثاتهم فأعد جيشا عظيما مرعبا وكان من وسائل الرعب في هذا الجيش الفيلة والعرب لا تعرف الفيلة أكبر شيء عندهم الجمل فأخذ معه عدد هائل من الفيلة تقدمها فيل ضخم تتبعه الفيلة فهذه طبيعة الفيلة أن يكون, لها أن يكون القطيع قائد فيلة مدربة وخرج من أرض اليمن أه لم يستطع احد ان يقف في وجهه. كانت هناك محاولات كانت هناك محاولات فرديه وقبائل ولكن أه لا يوجد تكافؤ في العدد وفي الامكانات فاكتسح كل من امامه حتى وصل الى مكه ونزل في اطرافها واستاق اموال اهل مكه ارعابا لهم وكسرا لشوكتهم. دوابهم ومواشيهم واغنامهم وابلهم استاقها ومن ضمن ما استاق ابل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وجيه قريش قالوا له ان عبد المطلب وجيه قريش وكبيره يريد ان يقابلك دخل عبد المطلب رجل مهيب في هيئته وفي سمته وفي مكانته وكلم ابرهه في أي شيء لم يكلمه في البيت في الكعبة التي جاء لهدمها وإنما كلمه في الإبل التي تخصه والتي استاقوها فتعجب أبرهة قال لا تكلمني في بيتكم الذي هو عزك وعز أبائك وأجدادك وتكلمني في 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 مجموعة من الإبل قال له مقولة مشهورة قال أنا رب إبلي أسأل عنها وأحميها وللبيت رب يحميه وكانت هذه الكلمه كافيه لهذا الطاغيه ان يفكر وان يرجع هذا البيت المحمي عبر هذه القرون والسنين والازمنه لكن الطغيان والكبر يمنع صاحبه من استخدام عقله ولا هذه الكلمه كانت كافيه وللبيت رب يحميه يعني اعتبر بمن سبقك من الامم لم يعتبر خرجت قريش من مكة خوفا من جيش أبرهة صعدوا إلى رؤوس الجبال وتفرقوا في الشعاب وذهب عبد المطلب ومجموعة من رجال قريش تعلقوا بالكعبة وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحمي بيته أمر أبرهة الجيش بالتحرك وسيتحرك الآن الفيلة وامام الفيله قائد القطيع الفيل الرئيسي لكن حدث الان الشيء العجيب الذي لم يكن في حسبانهم والذي يغيب عن اذهان اعداء الله سبحانه وتعالى وغيابه عن اذهانهم يكون سببا في هلاكهم الفيله وخاصه قائد القطيع ابى ان يتحرك الى الامام حيث الكعبه وهو مدرب مطيع مجرب مدرب ومجرب ليس من شأنه أن يعني يعصي عنده سائس ما ما باله فأخذوا يوجهونه إلى جهات أخرى تجربة له حيث ما وجهوه يتحرك بسرعة وانطلاق إلا إذا حركوه إلى جهة الكعبة يتوقف استخدموا معه وسائل العنف بالحديد المحمى بالنار يكون أبان يتحرك في مكانه فعزموا على ان يتركوا الفيله وان ينطلقوا بانفسهم في في هذه اللحظات حدث الحدث التاريخي جاءت طيور من السماء جاءت الطيور من السماء باعداد طيور صغيره واقبلت عليهم ماذا تحمل هذه الطيور؟ تحمر احجار صغيره كل طير يحمل ثلاثه احجار حجر في منقاره وحجرين في قوائمه والقتها على الجيش كان الحجر يسقط على راس الرجل فيخترقه من اعلى الى اسفل ويموت يحترق يحترق وينتهي هذا كل ما في الامر طيور وتحمل احجار صغيره بعد زمن يسير جدا ولحظات تحول الجيش الى ركام وحريق شيء محترق وانتهى ولم يبق الا خبرهم عبره للعالمين لم يبق الا خبرهم عبره للعالمين وكانت هذه نهايه الرحله التي بدات من صنعاء الى مكه وخلد الله سبحانه وتعالى هذه القصه في كتابه الكريم وكم نحن نشعر بالفرح والفخر والطمانينه ونحن نستمع الى هذه القصه او نقراها من حبنا للبيت وشوقنا اليه وتعظيمنا له ان الله سبحانه وتعالى هو حاميه، هناك وقفات مع هذه القصه العظيمه في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه مؤسسه الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيريه ومكتب الجمعيه العلميه السعوديه للقران الكريم وعلومه. تبيان فرع جدة